هذه اللحظات تجري عملية اقتحام موقع الدفاع الجوي هنا في شمال غرب مدينة تعز. هذا الموقع يمثل موقع حيوي واستراتيجي هام. الجامعة الأولية من القوات الموالية للشرعية والقوات الشرعية وصلت إلى هذا الموقع واقتحمت أجزاء كبيرة منه، ويجري الآن استكمال عملية السيطرة على هذا الموقع. هذه العملية تتم بعد اشتباكات عنيفة شهدتها هذه المنطقة اليوم ضمن عملية تأمين المناطق التي تم تحريرها خلال الأيام الماضية، وهي منطقة الحسب وبير باشا وغيرها من المناطق. وتؤكد القوات الموالية للشرعية أن السيطرة على هذا الموقع يعد أمرا مهما وحيويا لتأمين هذه المناطق والتقدم نحو شارع 60. محمد القاضي، سكاي نيوز عربية، من مشارف موقع الدفاع الجوي تعز.